السلامة مرحبا بكم على شان يوتيوب لا فالور ابسوليو إلڤيا أكاديمي كذلك مرحبا بكم على الجروب فيسبوك بنفس الاسم إلفيا أكاديمي كذلك باج فيسبوك إلڤيا أكاديمي اللي تنجموا تتفاعلوا معنا أترافير لي ميساج على الباج وأهم حاجة اللي هي لا بلاتفورم الأدريس متاعها www.elڤيا-academy.com اللي موجود فيها آه دي دوكيومون مفيدين برشا جميع المستويات وجميع المواد يعني عربيه فرنسيه انجليزيه رياضيات علوم طبيعيه وعلوم فيزيائيه وبالنسبه للنيفو السبيسياليتي نتاعهم ايكونومي جيستيون موجوده زاده دي دوكيومون مرحبا بكم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق فيديو متاعنا اليوم باش نوجهوه للتلامذه مستوى بريمير اني سيكوندير باش نحاولوا نبسطوا فيه والا نعملوا ديزيكسبليكاسيون على الفونكسيون لينيير نبدو بأهم حاجة اللي هي ديفينيسيون تاع الفونكسيون لينيير، نفهمها نفهموها مليح، لهنا سوا ان آه ان آه أ آه آه ريال، ريال معناها ابارتيان للإير، ينجم يكون أي عدد، لورسكو أشاك ريال إكس، أون اسوسي لو ريال أ آه فوا إكس، لهنا معناها كل عدد إكس، باش ن- نربطولو، أون اسوسي معناها باش نربطولو عدد اللي هو أ آه فوا إكس، بار إكزومبل، إذا كان ناخذ أ آه ايغال أ، آه. ونأخذ مثلا إكس إيكالا دو. ا اكس ايجال 1 فوا 2 ايجال 2 معناها الريال 2 وناسوسي 1 فوا 2 اللي هو 2 اون ديفيني اون فونكسيون لينيير اف اون نوت اف دو اكس اسوسي هذه الفلاش هذين بها اسوسي اللي هي لهنا كتبناها في الديفينيسيون اسوسي ا يعني كل اكس عندها ا اكس لهنا الاكس فاريابل والا باش تكون ديفيني باريكزومبل ناخذ الا ايجال ا 5 اكس اسوسي 5 اكس لهنا الكوفيسيون دو لينياريتي نسموه الا ou 5, par exemple riel réel, 2 f de 2 égale à 5 fois 2, qui 10 f de, par 3 égale à, c'est la coefficient de linéarité 5 fois 3, qui est 15 f de 20 égale à 5 fois 20, les sont 100 et f comme la fonction qui a x associé à x, cest x a x marbuté. F de x est l'image de x par f. Alors, on a dit x par exemple qui m'a écrit. F de 3 égale à 5, exemple a égale à 5, égale à 5 fois 3, et il est égal à 15. le 15 est l'image de 3 par la fonction f. x est un antécédent de f de x. Alors, on a l'axe de l'image ou l'antécédent. L'image de x est de la f de x. كولونتيسيدون من الاف دي اكس من F دو اكس نرجع للاكس باغ اكزومبل اذا كان نحطو لهنا اف دو ايكالا اف دو تروا ايكالا اللي اللي فيه الآ تكون 5 اف دو تروا هي ليماج دو تروا تروا هي هي معناها عكس بعضهم طريق يهز وطريق يرجع نبدأ بال... اللون... <مت cured> <مت> لون هنا <مت> باش ناخذو دي بروبوزيسيون تروا بروبوزيسيون تنجم تكون فيهم واحدة صحيحة وإلا زوز وإلا ثلاثة معناها أومينيموم تكون واحدة صحيحة دو لو روبير أو إي جي لو بوان أ دو كوردوني موان زان و دو كوردوني هاذوما موان زان دو معناها موان هي لابسيس و دو هي لوردوني لأن لو روبير نتاعنا ماهواش معطيني عليه حتى شيء روبير عادي معناها كون أه, كي نجم يكون اورتوغونال اورتونورمي معناها اي روبير ناخذو كيما جاء باهي لو بوان ا لهنا ابارتي لاي دروات كيفاش نعرفو نحنا يعطيني ايكواسيون تاع دروات يعطيني دو كا باغ اكزومبل هنا لي زيكواسيون تاع دروات لهنا, لهنا عطاني لاكس ديزابسيس ولا لا دروات ديزابسيس تو طيب نحكو عليها وحدها هنا Y يقال موان زين دومي فوا X ماذا معناها؟ معناها أي بوا لنصمبل دو بوا اللي الرلاسيون بين الـ Y -X هي أي Y يقال موان زين دومي فوا X نجربوها نحن البوا عندي Y و يلزم الـ متاعي يقال موان زين دومي فوا X نجربوها نحط الـ Y متاعي يقال 2 دونك يزيني موان زين إذا كان نضربها في الـ Il est égal à 2 le point A appartient à la droite. Athi. Or que moins 1 demi fois moins 1, moins 1 par moins, toi les plus. Ou 1 demi fois 1, je te donne 1 demi. Il y a égal égale à 1 demi. Or que nous, Y, on a Y à 2. Donc A n'appartient pas à la droite d'équation Y égale à moins 1 demi X. l'équation ne vérifie pas les coordonnées du point A. On de le point point. Y égale à 2. Il y a moins 2 fois moins 1, il y a 2. On va essayer. Moins 2 fois moins 1, moins fois moins, ça plus. 2 fois 1 égale à 2. Donc plus 2, 2. Donc y égale à 2, 2 égale à 2. Donc l'équation y égale à moins 2x vérifie les coordonnées du point A. Donc le point A appartient à la droite d'équation y égale à moins 2x. Une la proposition proportion finie, لهنا ابارتيان على دروات دي زابسيس اول حاجه لازم نشوف لا دروات دي زابسيس هي لونسومبل دو بوا شنو هو المشترك بيناتهم ابارتيان لاكس دي زابسيس معناه لابسيس باش يتغير مي لوردوني هو باش يبقى بيدو اللي هو زيرو علاش خاطر اي بوا ناخذوه مثلا لاكس دي زابسيس موجود فيه بوا ابارتيان مثلا ناخذو لابسيس يقال 1 لوردوني شنو باش يكون يكون زيرو اذا كان باش ناخذ لابسيس يقال 10 لوردوني باش يكون زيرو دونك الحاجة المشتركة بيناتهم هو شنو لابسيس مش نحكي عليه خاطر فاريابل باش يتحرك الحاجة الوحيدة اللي هي إيكغالي إيكغالي زيرو دونك لا دروات دي زابسيس هي ديكواسيون إيكغالي إيكغالي زيرو نجي للبوان تاعي إيكغالي نتاعي إيكغالي دو دو زيرو دونك لو بوان أ نابارتيان با على دروات دي زابسيس باغ إكزومبل إذا كان عطاني بروبوسيون أخرى له أبارتيان على دروات دي زوردوني نشوف دروات دي زوردوني لوردوني تبدل مي لابسيس ديما يبقى زيرو دونك الاكس لازم تكون ايجال زيرو ليكواسيون نتاع لاكس دي زوردوني هو الاكس إيجاله زيرو دونك نشوف لو بوان ا الاكس نتاعها موان زان ديفيرون دو زيرو دونك لو بوان ا نابارتيان با اوسي على لاكس دي زوردوني ان شاء الله فهمنا بالكدا ليكزرسيس الاول مهم برشا لهنا ايكغيك هذه داخله في الدرس نتاع الفونكسيون لينيير علاش خاطر إي اللي هي ليماج دو إكس هذا الا موان زان دو مي فوا إكس الإي ديما أي بوان إي إيكال إف دو إكس معناها أي بوان لي كوردوني نتاعو هو إكس إف دو إكس والإف دو إكس باش تجي في في الإي معناها لي زوردوني دونك هذيك أني إف دو إكس إيكال موان زان دو فوا إكس اللي هي فونكسيون لينيير كيف كيف موان دو فوا إكس فونكسيون لينيير وديما فونكسيون لينيير هذيك علاش تتعدى بالوريجين دو روبير اللي هي لو بوان او الكوردوني نتاعها زيرو 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 ابسيس و زيرو اوردوني نتعدو ليكزارسيس الموالي نفس الديفينيسيون تاعنا هذيا باش نبقاو ديما نحطولها هنا باش تعاوننا كيف كيف تروا بروبوزيسيون او مينيموم وحده تكون صحيحة لو بلون اي مينو دا روبير روبير او اي جي لهنا صور هو روبير هذا روبير او اي جي on a le centre de l'origine le point O c'est I et c'est J et droite D la droite D a pour équation on a trois propositions la droite D a pour équation Y égale à 1 demi fois X On a dit que le point D est le point O ou le point coordonnée 2, 1 l'abscisse 2 ou l'ordonnée égale à 1 يلزم ليكواسيون تاع الدروات فيريفي لو بوين يلزم لو هذا يكون كي نبدلوهم لي كوردوني هنا يكون فيريفي دو دي روبير ديما ابارتيان اه اي دروات معناها ولا اي كورب نتاع ايه فونكسيون لينيير ديجا كنجربو زيرو ان فوا زيرو صحيح زيرو فوا زيرو صحيح y لهنا زيرو زيرو هذه هي ماهيش فونكسيون ماهيش لينيير علاش خاطر ما تعديش ماهيش دو لا فورم ايغري ايغال ا فوا اكس هي ديجا ايغال ايغري ايغال موا ايغري ايغال ان دومي خاطر كنهز هز الموان زان دومي باش نشير الاخرى باش تولي ان دومي ايغري موان زان دومي زيرو ايكيفالونت ايغري ايغال ان دومي اللي هي حتى كي كان نحب نصور هي لونسومبل دو بوا اللي ايغري نتاعهم ايغال موان زان دومي اللي قال ايغري ايغال ان دومي اللي هي نحط ايغري ايغال ان دومي لهنا ونصور لابسيس باش يكون ديما فاريابل اما هي باش يكون الحاجه المشتركه اللي هي لوردوني قال ان دومي واللي هي دروات اذا كان حاب نصورها الدروات دي اللي هنا في الحاله هذه باش تكون دروات هكا هذه اللي هي كي باس بار لو بوين دو كوردوني زيرو ان دومي وتكون باراليل على الاكس دي زابسيس باه نرجعوا للبروبوسيون الاولانيه لهنا الاو قلنا ما ما, ما تنجمش تعطيني صحيح ولا غلط لازم تكون تعدى من الاو الاو فيريفي صحيح اما اذا نشوف لو الثاني اي غريك 2 است كو 1 دمي فوا الاي غريك ايغال 1 لهنا الاي غريك ايغال ا است كو 1 دمي فوا لابسيس اللي هو 2 ايغال 1 ولا لا نثبتو 1 دمي فوا 2, 2 ايغال 1 اللي هي 1 دمي فوا 2 يجيني 2 سور 2 ايغال 1 والاي غريك ايغال 1 دونك بروبوزيسيون الاولانيه صحيحه البروبوزيسيون الثانية أكيد باش تكون غالطة خاطر عندي موان إما أو أون فيريفي إيكريك ديما باش تلقى إيكالا أن موان زان دومي فوا دو هي موان دو سور دو هي موان زان دو أن ديفيرون دو موان زان دونك ما هيش دي ما هيش ليكواسيون تاعها ما هيش إيكريك إيكالا موان زان دومي فوا إكس هذه بطبيعة غالطة خاطر هي توتالمو حاجة أخرى لهنا مثلا اذا كان نحب في الكاثين اذا كان نحب نصور ليكواسيون لا كورب ولا لا دروات ديكواسيون ي قال موان زان فوا اكس باش نحط زيرو هذاك باز باش تتعدى منه ونجي نحط كما لهنا قلنا اذا كان باش نحط ليماج مثلا نتاع نتاع دو ليماج نتاع دو قلنا باش تجيني موان دونك دو باش تجي لهنا موان زان باش تجيني هي الدروات ليكواسيون ولا لا دروات ديكواسيون إكغي إيكال موان زان إكس هذه اللي نعود نعمل فيها بالكورسور إن شاء الله يكون واضح نتعدو الإكزارسيس الأخر كيف كيف نفس القاعدة نفس الدوني ثلاثة مينيموم في واحدة صحيحة معناها واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة صحاح عطاني لهنا دوزار روبير أو إي جي عطانيش لحد شي على روبير سي لي بوان أو أ دو كوردوني موان زان تروا اي بي دو كوردوني ان ان ام سؤاليني لهنا الام هي بارامتر معناها تتبدل البارامتر لهنا معناها البوان بي بتكون فاريابر في الروبير متاعي الاو هي لورجين دو روبير زيرو زيرو الا موان معناها ما فيكس اما ما نبدل اذا كان نحط الام ايكالا باش تجيني البي ديس اللي و11 لوردوني مثلا نحط باش لي 1 بلس 0 اللي هي 1 1 مثلا 5 1 plus 1 plus 6 هذه 1 والاخرى 1 plus 6 لوردوني اللي هو 7 دونك 1 7 باش تولي البي دونك البي فاريابل سويفون الام لهنا حاجه لهنا يلزم تكون الام فيكس علاش باش يكونوا فاريابل لو بوان باش يكونوا اليني نشوفو واش معناها اليني معناها ابارتيان للميم دروات لهنا مادام في الدرس نحن فونكسيون لينيير معناها فورسيمون باش تتعدى من الاو وباش تتعدى من الأ لهنا خاطر أما يلزم البي تكون موجودة في الدروات أو أ أه. إيش معناها؟ معناه يلزم نفس الرولاسيون بين الإيكغيك والبي تكون في الأو وفي الأ وفي البي تكون متوفرة لهنا زيرو زيرو أي رولاسيون تاع لينيير معناها إيكغيك أه قال أ فوا إكس باش تكون فيريفي في مهما تكون الأ لهنا بين الثانية إيكغيك لهنا تروا قال شنو هو فوا موانزا بالطبيعة موان يزم لي نضربو فوا موان تروا باش فو موان فوا موان و ان فوا تروا تروا دونك تولي تروا دونك تروا فوا يعني ليكواسيون تاع الدروات لهنا هي Y ايكال موان تروا فوا زيكس يعني اذا كان نطبقها لهنا ان بلوس ام يلزمها تكون ايكال موان تروا علاش موان تروا فوا أه؟ ان

هكا نكونو كملنا النوسيون دو دي فونكسيون لينير ان شاء الله نكونو فهمناها بالبي بعد ما نكملو نتفرجوا في الفيديو ما ننسوش باش على سابوني باش نشتركوا في القناة يوتيوب ال في اكاديمي وكذلك الجروب فيسبوك بنفس الاسم ال في اكاديمي وكذلك اهم حاجة زادة اللي هي الباج فيسبوك اللي تتفاعلوا تتفاعلو معانا اترافيرها وتشوفوا كل ما هو جديد والحاجة اللي تنجمو تستفيدوا منها برشا ننصحكم باش تدخلوا للبلاتفورم لادريس نتاعها wwwelvia 6 معناها ماتا academy.com اللي فيها دي دوكيومون جميع المواد وجميع المستويات تنجم تعاونكم برشا وفيها اوسي دي فيديو يكونوا اسوسيي مشين يكونوا, يكونوا تنجموا تلقوهم مع لي دوكيومون تاعينكم في البلاتفورم مرحبا بكم وان شاء الله بالنجاح والتوفيق وشكرا